نبقى إذن في إطار كل التطورات الحاصلة في الأزمة الأوكرانية، وينضم إلينا هاتفيا من سان بطرسبرغ دكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي. أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية دكتور مسلم. قبل أن أسألك في العنوان الرئيسي لنا اليوم وهو لافروف وتصريحاته أمام اجتماع ممثلي الأقاليم الروسية، لفتني هذا الخبر وهو أن الجيش الروسي يعلن تشكيل كتيبة متطوعين تضم أسرى حرب أوكرانيين. دكتور مسلم، ما معنى هذه الكتيبة خاصة بأنها تضم فقط 70 فرد؟ مساء الخير إليك ولمستمعينك. تم الإعلان عن ذلك الآن، لكن هو سابقا الكثير من الجنود الأوكرانيين يهربون من الجيش الأوكراني يلتحقون بقوات دانيسك ولوغانسك. وللذين لا يعرفون أن أغلب المواطنين في مناطق المحتلة من قبل أوكرانيا أو التي ما زالت تحت سيطرتها هم روس بكل معنى الكلمة، حتى أنهم لا يتحدثون اللغة الأوكرانية، لكن من نتيجة القمع والاضطهاد والبروباغندا لم يستطيعوا التفلت من تلك المناطق. طيب، لكن دكتور يعني كيف نقرأ هذا الإعلان للجيش الروسي في إطار هذه النزاعات بينه وبين مجموعة فاغنر، واللي وصلت بأنه فاغنر يسمي أو يتهم الجيش الروسي بالخيانة؟ يعني هل هذا بديل ربما في قادم الأيام عن فاغنر؟ ما علاقة ذلك ب لأنه في تقارير تحدثت أنه الجيش الروسي يعمل الآن على يعني تشكيل الكثير من أو بالأحرى ضم كثير من المرتزقة الآن والمحبوسين أو في داخل السجون الروسية في الجيش الروسي بشكل مباشر. يا عزيزتي، يعني وكأنكم تسألون سؤال أمام عصابات في روسيا تجمع معتقلين وتجمع مرتزقة. أعود وأكرر، فاغنر جزء من المنظمات الروسية المشروعة التي تمارس العمل الأمني. اعتراضها هذا اعتراض سياسي بامتياز ديمقراطي، يحق له أن يعترض عما يجري، لكن التنسيق هو تنسيق مطلق بقيادة الجيش الروسي. نعم، سيشكل فريق من الذين هربوا من الجيش الأوكراني. الإعلان عنه هدفه سياسي لكي يقولوا للباقين هناك عندما تهربون نعم ممكن أن تخدموا في الجيش الروسي وممكن أن لا تخدموا، هذا يعود لكم. وبالتالي هذه رسالة للداخل الأوكراني ولا علاقة لها بما يحدث على الجبهة من الجهة الروسية. ما معنى هذه الأسئلة التي لا ترتبط أبدا بما يجري من صراع على الحدود هناك؟ يعني كله في إطار التساؤلات، كله في إطار التطورات الحاصلة دكتور. يعني النزاع بين فاغنر والجيش الروسي ليس خافيا على أحد، وبالتالي طبيعي جدا أنه يعني أسألك عن هذا الموضوع في هذا الإطار. طيب، نذهب إلى لافروف. كان في تصريحات اليوم أمام اجتماع ممثلي الأقاليم الروسية، وكان حريص على أن يفهم الحاضرين بأنه الغرب فشل في مخططاته للتقسيم وعزلة روسيا. هل يعني هذا الوضع إلى أي حد هو دقيق؟ في المجال السياسي والاقتصادي فشل الغرب فشلا ذريعا، حيث أنه لم يتأثر الاقتصاد الروسي كما كانوا يتوقعون أو يسعون، وحيث أن أغلب دول العالم توافق مع روسيا، وهي لم تقطع مع روسيا ولم تقاطع روسيا اقتصاديا أو سياسيا، لكنها تنتظر، وأغلبها في أفريقيا أو الدول العربية أو أمريكا الجنوبية تنتظر انتصار روسيا لتأخذ موقعا مساندا لها، وحاليا هي تنتظر نتيجة الخوف من الولايات المتحدة والضغوط التي تمارسها. اقتصاديا الأسواق الروسية أمنت كل السلع البديلة التي كانت تستورد من الغرب، الخاسر هو الغرب لأنه لم يعد يستطيع أن يصدر، بالإضافة إلى أنه يأخذ طاقة كهرباء وغاز غاز ونفط بأسعار مرتفعة جدا عما كانت تموله روسيا. وروسيا وضعت خططا لإمداد الغاز لكل القرى، وأنتم تعرفون روسيا 17 مليون كيلومتر مربع، وبالتالي إيصال الغاز لكل هذه المناطق هذا يحتاج إلى قدرة هائلة، فأخذتها على عاتقها، وتم تغيير كل المناهج والبرامج الدراسية لترتبط فقط بالاقتصاد الروسي الداخلي. طيب، لكن بحاجات أوروبا دكتور، لكن عندما يستخدم لافروف هذا التعبير وكأنه يطمئن ممثلي الأقاليم الروسية، هل هناك قلق؟ ليس قلق، هذا دليل، هو يقول لهم نحن نجحنا في الحرب
ويعدد طبيعة النجاحات السياسية والاقتصادية. ليس هناك أي قلق في روسيا، يعني أتمنى من أي وسيلة إعلامية أن تأتي إلى روسيا ولو لأسبوع وترى كيف الحياة الطبيعية وكيف الناس يؤيدون الرئيس بوتين، والعكس تماما، هم يتمنون أن يسرع بالعملية وليس أن تكون كما هي بطيئة حاليا. أشكرك جزيلا لكل هذه الإيضاحات، كنت معنا من سان بطرسبرغ دكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي.